انتصارا لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية التجارية، أقرت اللجنة المالية في اجتماعها المنعقد صباح هذا اليوم إلغاء قانون الوكيل المحلي، والهدف من هذا الإلغاء هو أن نفتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة، سواء الخدمات المقدمة في العمل التجاري الطبيعي أو الخدمات اللي تكون من خلال المناقصات الحكومية، وأيضا لانعكاساته المتوقعة إن شاء الله تكون على خفض الأسعار في السلع والخدمات. وهذا الهدف وهذا هو المسار والطريق الصحيح. إذا كنا نسعى إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة فمن خلال المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة. وأهدف من خلال هذا المؤتمر الصحفي أن أجاوب على مجموعة من الأسئلة الشائعة حول هذا القانون وحول هذا الإلغاء، وإن شاء الله أني أكون قد يعني أجاوب عليها بقدر المستطاع حسب ما وصلتني. أولا، هل تلغى وكالتي التجارية إذا أنا عندي وكالة تجارية مع شركة عالمية؟ هل إلغاءكم لهذا القانون شرط وجود الوكيل المحلي هل معناته وكالتي راح تلغى؟ الإجابة لا، عملك سيبقى ساري مع الوكالة اللي أنت متعاقد معاها، ولكن الأمر أصبح الآن بيد الشركة الأم أنها تكمل معك كوكيل أو أنها تفتح فرع داخل الكويت وتمارس عملها بشكل مباشر دون وكيل محلي. السؤال الثاني، إذا أنا ناوي أجيب وكالة، ما عندي وكالة لكن ناوي أجيب وكالة، هل يسمح لي القانون أن أنا أستقطب الوكالات التجارية؟ الإجابة نعم، يسمح لك القانون، ولكن أيضا الخيار بيد الشركة الأم، إما تتعاقد مع وكيل محلي أو أنها تفتح فرع أجنبي لها داخل الكويت. السؤال الثالث، بأن ما الهدف من هذا القانون؟ الوكيل المحلي أصلا ملغي، والإشارة دائما تكون على قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تحديدا المادة 14 ولجنة المناقصات المركزية في المادة 31، ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا. الإجابة بأن فيما يخص طبعا قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر هي أنشطة محددة يقررها مجلس الوزراء، وليس الأمر مفتوح لأي شركة أجنبية تفتح لها فرع في الكويت، ولذلك المشرع اتجه إلى قانون التجارة تحديدا، والتعديل يكون في قانون التجارة حتى يكون الأمر مفتوح بشكل كامل للشركات الأجنبية أن يكون لها أفرع داخل الكويت، بعكس قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اللي يحدد أنشطة معينة ويشترط أيضا موافقة مجلس الوزراء. فإحنا في هذا الإلغاء توسعنا بشكل أكبر. أيضا فيما يخص قانون المناقصات، هناك من يقول بأن في المادة 31 يجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا. شنو التعديل اللي إحنا سويناه؟ إحنا غيرنا الفقرة الأولى اللي هي كانت تقول أن يكون كويتيا فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري من شروط التقديم، إحنا شلنا كلمة كويتيا، فالأمر أصبح الآن مفتوح لكل مناقصة أو ممارسة حكومية يسمح للشركات الأجنبية أنها تقدم. في السابق أو وفق القانون الحالي كان الأمر جوازي، بمعنى يجوز، يعني الجهة الحكومية هي من تقرر إذا راح تفتح الباب للشركة الأجنبية أو لا تفتح الباب للشركة الأجنبية. الآن أصبح الأمر أصيل، قررت الجهة الحكومية أو لم تقرر الجهة الحكومية، مسموح للمستثمر الأجنبي أو الشركة الأجنبية اللي لها فرع مرخص في الكويت أن تقدم على هذا على هذا العطاء. السؤال الأخير، هل نتوقع تأثير مباشر بعد إقرار هذا القانون على الأسعار؟ الإجابة الصريحة، لا تتوقعون انعكاس مباشر على السوق. هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة حتى الشركات الأجنبية تقتنع في أنها تستثمر في الكويت. وأكون معكم صريح، في الواقع التجاري الكويتي طارد للشركات الأجنبية أن تكون موجودة في الكويت. يعني على سبيل المثال، ما في شركة اليوم على يعني لو افترضنا قطاع التجزئة ما تقدر تحصل لها مخازن. الحكومة لا تفتح ولا تطرح الأراضي للقطاع الخاص أنه هو يطور مخازن. أيضا في إطار الإقامة، المستثمر الأجنبي لما تقول له والله ممنوع تجيب زوجتك ولا ممنوع تجيب بنتك ولا ممنوع تجيب ولدك، هذه كلها إشارات طاردة أنه هو يكون
فاتح في الكويت، وكثير من الأمثلة اللي أنا ممكن يعني أقعد ساعة كاملة أتكلم عن العوائق الإدارية اللي البرلمان ما له علاقة فيها، هي عوائق تضعها الحكومة على المستثمرين الأجانب. فشنو تكون في نهاية الأمر؟ حتى لو القانون يسمح له أنه يفتح في الكويت، يقولك لا يا أبو مشكور، أنا ما أبي أشتغل بالكويت، أنا أريح لي أروح أعطيها وكيل محلي. فإحنا كمجلس أمة قاعد نأدي دورنا بشكل كامل، قاعد نضع الأرضية التشريعية الكاملة للمستثمر الأجنبي وللشركات الأجنبية أنها تي وتستثمر في الكويت. أما الخطوة القادمة والخطوات القادمة فهي قرارات إدارية مرتبطة بالجهاز التنفيذي في الدولة أنه يسهل الإجراءات، والحديث في هذا الشق يطول.